هذا يقول عندنا عامة الناس يفطرون على الأذان وهو يتأخر عن غروب الشمس، ما الذي يدريك أنه يتأخر؟ ما عندك يقين أنه متأخر، وتصوم مع الناس كما ذكرنا وتفطر مع الناس ولا تشكك في صيام الناس وتشوش عليهم، ما دام ما عندك يقين فلا تخالف الناس تشوش عليهم تقول أنهم يخالفون السنة وأنت ما تدري. الجماعة رحمة، كون الناس يكونون جماعة يفطرون جميع ويصومون جميع هذا رحمة، ما لم يتبين مخالفة، إذا تبينت مخالفة حينئذ تتبع الحق، تتبع الحق وتتبع السنة إذا تحققت هذا. نعم.